طيب عرفتك يا رجل، هسه رايح وجيت تاكل يا زين من وسط الاراضي. يعني ما عندي شغل وعمل غيرك، خلص حيكون لي اليوم. اخواتي شباب صبايا، هذا رابط قناة رفيقي رح احط لكم اياه بالوصف. هذا رفيقي كان يصور معي من زمان، كان عندي تقريبا 150 الف مشترك، 100 الف مشترك هو واخوه. هلا رح احط لكم رابطه بالوصف، فاتمنى منكم كلكم تروحوا تشتركوا بقناته لانه هو صديقي. فاذا انتم بتحبوني معناتها بتحبوا كل شخص بيخصني. يلا شباب كلنا نفوت نشترك بالقناة. بدك تاكل شاورما؟ لا والله خفتي عليها كثير. طب ليش ما اشتريت لك وحدة؟ ما معك؟ لا والله ما معي مصاري، منين بدي اجيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بدك تاكلها؟ ايه. يعني بتاكل من تمي؟ ايه نعمة الله، شو ما كان باكل. ايوه. طيب. عم ياكل من الأرض. يا خبز زين، يلا نام. يا عن أخت الحقارة، عم نزل له ولسه عم يأكل. ما بفهم والله. قول له من أول لك. تقبل الزبالة؟ لا لا من أول. ما أطلع الجنة. انت بدي اشوفك كل ما اخلص منك. انت عرفتك يا رجل، لسه رايح وجيت تاكل يا زين من وسط الاراضي. يعني ما عندي شغل وعمل غيرك، خلص حيكون لي اليوم. انا بطلبك يا رجل، رايح جيب لي فول، قول لهم بيعها شري بسطه زي الفول. اعطينا وجبة همبرجر واثنين شاورما بعد كم عين. سلام بقى. بس انا السؤال، هذا الولد من برا شو اسمه؟ هذا شحات من احمد، هذا دوم بو ايفون. يعني ايش في بقايا العالم كله بيزيد وهو بيكبر، فهمت علي شلون؟ طيب
خذ عمو هاي سراويشة. تمام من طالك بس قبل طيب مشان الولد هذا كان هون بدي منكم اذا كل ما يجي تعطوه وجبه اكل مثل هاي كل ما اجى تعطوه وجبه يوميا ما بيستاهل هذا يا رجل هذا حقير هذا الولد يا زلمه شو لسه رايح جاي لك تعطيه انت في حدا بيدفع عنه لا تدفع عنه والله ما دارك ما بدفع انا بعمل هذا الشيء لوجه الله انا بس بدي منك امانه برأيك انه هاي التاسكين ليره تكون له اذا هو ما اعطاني اعطاك لا امانه برابطكم ليوم الدين ها كل يوم وجبه لهذا الولد اما تكون له ماني مسامح اذا ما تعطوها تمام وصل اي والله تكفيكم خير شكرا كثير يعطيكم الف عافيه بس ماني ها هذا الوالد يوميا بتعطي والله جاي اصبري شوي يا اختي اصبري بلكي احمد يجي ويجيب لنا معه انا كمان جوعانه شكرا احمد جبت لنا اكل الله يرزقك يا احمد الله يرزقك ايه من يوم رايح كل يوم بدي اجيب لكم فرد الله يرزقك يا احمد بس كيف من وين في واحد زلمه الله يرزقه وصلنا كل يوم ناكل فروجه الله يوفقه ويرزقه لهذا الزلمه يا رب احمد براكول معنا